السلام عليكم الخوت، الوالده كترزق. انا قالوا لي حيد وخا الحيد، كتبت كل شيء لامي باش نبعد، كتبت كل شيء لامي باش نبعد. انا والله في الساعه هانتوما، ها الوالده هي اللي كترزق. اجي تشوفوا الساعه الثانيه المخزن، الساعه ديالي. شوفوا عباد الله كي دايره السلعه، شوفوا عباد الله كي دايره السلعه. هانتوما كتشوفوا الخوت، هانتوما كتشوفوا الخوت، هانتوما كتشوفوا السلعه ديالي وكتشوفوا مبين من عيني. عندما كتشوفوا مبين من عيني، والكاوري هنا خدام ما عنده الترخيص، الكاوري خدام ما عنده الترخيص. هاي الورقه باش غادي يجمع، هاي الورقه باش غادي يجمع. ولاد الشعب كيجريو عليهم، ولاد الشعب كيجريو عليهم، ولاد الشعب ما كيخلوهمش يتمعشوا، ولاد الشعب كيكونوا مسنين يبيعوا الحشيش، ولاد الشعب كيبغي يصيفطوهم مع داعش، ولاد الشعب كيبغي يصيفطوهم باش ينوضوا الفتنه ما بيناتهم. هانتوما الكورنيش ديال اكادير جات تسمسا، هذا كنبان واحد الرساله للوالي، واللي هو مسؤول، اللي هو مسؤول فاشل في هذه المدينه. في هذه الكاوري خدام هنا بلا ترخيص هاد الكيلومترات، ولد الشعب كيبغي يتزق وكيمنعه، وهذا الشيء حرام، وهذا الشيء ظلم. هي السلعه، هي السلعه، هي السلعه. شوف واش رزقي انا عباد الله، وباقي عليا دين، وباقي عليا كريدي لحد الان، وتشتنا رزقي كي بحال هكذا. راه حرام، راه عيب وعار، وهذا الشيء راه ما كنقبلوه، وهذا الشيء كنستنكروه. والناس جايبين الجهاز تاعهم، السلطة منهم البوليس، ومنهم القايد، ومنهم الخليفة، ومنهم الباشا، ومنهم حتى هذا، حتى هو، ها هو حتى هذا بيضرب لي الوالدة ديالي، ها هو، صورة، صورة، أنا معاك، أنا معاك، ها هو، صور حتى هذا، صور حتى هذا، هذا راه، هذا راه، هذا راه، هذا راه، هذا راه، وما تعدى على الوالده. ما تعدى على الوالده. شوما هاني معاك. انتوما شي صوره هاد الكورنيش، واش شي صوره هاد الكورنيش، صوره هاد الاداره، هاد الاداره الفاشله الفاشله، هاد الاداره ديال هاد الاداره، هادي اداره الشادي بمدينه اكادير، والتعدد والحقره والقمع عندنا في هاد المدينه. ولد اكادير اللي عنده الجي خصو يمشي يبيع الحشيش ولا يمشي مع داعش، ما خصوش يتمعش. ولد اكادير، ولد اكادير، اكادير تحت الصباط، اكادير كانت تحت الصباط، اكادير فيها القمح، اكادير فيها التعسف، غادي الاجنبيين وديال الاستغلاليين وديال النصارى، ماشي ديال ولاد البلاد. اكادير ماشي ديال الشلوح، وماشي ديال السواسه، وماشي ديال المغاربه. عندك قاول جنسيه فرنسيه تعيش هنا، ما عندكش تبيع ستيل ستيل تموت بالعربيه تاعها. هاد الاداره هادي، دخل تصور هاد الاداره، هادي اداره الشرطي. هانتوما كتشوفوا إدارة الشاطئ هادي، وفيها فيها المخلوطين. هادي صورة الشهادة، هادي صورة الشهادة. هنا فين كيكون القايد وربعة الشفارة وربعة المخلوطين وربعة النصابة والمافيا ديال أكادير، اللي واكلين هاد الكورنيش هادي كاملة، واكلين الميزانية ديال أكادير. ها هما هنا فين كيتجمعوا، وهنا فين كيتفرق رباي، وهنا فين كيكون كلشي. هادي الإدارة ديال الشاطئ ديال مدينة أكادير، هذه المدينة ديال أكادير فيها نصابة، وخدامين فيها الشفارة والمخلوطين والسفارة. هاد الشي ما بيناش حنا، بينا بلاد تكون نازية وتكون شبابية، كتعداوها على المسكين وكيتعداوها على الدرويج. عام هادي وأنا مريح، وكتبت كلشي بسمية أمي باش تخدم أمي وباش الحيد. أنا نعطيهم باتساع، قال لي أخوي التيران، أخوي التيران، وتخدم أمي وما خلاوش ليها أمي من أجل لقمة العيش. غادي تشوف السلعة تاعي، السلعة تاعنا. هاهوما 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 كيهربو كي بحال الجردان. هاهوما هاهي تصور السلعة، السلعة هاهي حرام وعيب وعار. شوفوا السلعة كي كتمشي للفوريان عباد الله، شوفوا السلعة كي كتمشي للفوريان. شوفوا رزق الوالده، هادشي اللي كتبت انا لما ما بقى عندي والو، ما خلاو ليا والو باش نردو لها حتى الوالده. غادي تشوف اخويا الله يرحم ليك الوالدي، غادي تشوف شحال شاد داك الكاوري، الكاوري غادي تشوف شحال شاد، غادي تشوف الكاوري شحال شاد، خسراني شحال شاد بلا ترخيص بلا والو. ها ها خسراني غير ها هو. شوفوا شحال شاد، شوفوا هذيك الكاوري شحال شات بلا ترخيص بلا والو. قسمت بالله العلي العظيم ما عندها ترخيص، ما عندي والو. وهي الورقه باش غادي يهز، ها هي هذه هي الورقه باش غادي يهز هذا النصراني. هذا كيتسمى مستثمر، ولد البلاد كيتسمى مستعمر،
هذا ما عندنا ترخيص لا والو حط، شنو هو السبب؟ هذا ما عندنا ترخيص لا والو حط، عطيوني رزقي وانا كنطلب رزقي، عطيوني رزقي، هذيك هوني ما عندي ترخيص لا عندو والو، وعباد الله والمواطنين وولاد الشعب، هاد النصراني ما عندو لا ترخيص لا والو حط، وحنا لولا الشعب كيمنعونو وكيحيدو لنا ديالنا، كيدو لنا ديالنا ظلما وعدوان، علاش شنو هو السبب؟ لقمة العيش اللي بغينا والمالك ومحمد السادس، واش بغينا شي حل مع الشفارة انا بالله الشرع؟ شوفوا لنا شي حل راهم مقهورين هم ضروري انا كلشي بسميت امي باش تمعش امي باش يخلي امي باش ترزق وكيشوف كيفرعوا لها ديالها اللهم انا هذا منكر هذيك هوني ما عندنا لا ترخيص لا والو الورقه باش غادي يهز ها هي الورقه باش غادي يهز عام وما كيصيفطوا ليه ودايرين ليه معلو بالكاتب العام جمال انور الشفار والسلعه ديال الوالده ديالي هذيك هوني شحال تكون امي طلعت وبلا ترخيص لا والو المدينه ديال اكادير هادي المدينه المركوبه المدينة المحكمة المدينة المهمشة دولة السلعة الوالدة الوالدة أنا راح كنت كلشي بسميت أمي كيدونا ديما السلعة الوالدة صور 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 من الحوايج ديالك باش يشوف الرأي العام أنا هاد الميساج بغيت نوصل للملك ونفوت الملك العيد حيت هادشي بزاف عينا ما ناديو في الملك الملك ما بغا يديرو مع هاد الناس الحل اللهم إنا هذا منكر والملك شوف لينا شي حل مع هاد الشفارة اللي عندنا في المدينة ديالنا كادير راه قهرونا وظلمونا هالوالده ديالي هضري امي واش تدي كلشي بسميتك قلت لك كلشي بسميتك واش خلاوك ترزقي والله العظيم الا حشمتي واش خلاوكم تمعش انت عندي شحال من وليد عندك من داك الدواش ها وعلاش يدوهم لك علاش يدوهم لك ما خصش يدو لك انت رزقك انت مونتي كاريا والله يحشم العوانه عندك كاين وليدات وهنا لقاولي ما عندو لا ترخيص لا والو حط اشنو هو السبب واش الوطن الاغنياء والمواطنه البوفريا انا الا ما درتو معايا الحل ما عندي لا هويه هذيك الهويه المغربيه ما عندي ما ندير بها كنطالب كنطالب انا اللجوء لشي بلادي غادي طرعاني وكنطالب شي بلادي غادي تعطيني القانون كيما عدد هذا القانون القانون احمدو في المغرب وانا اللي ولد البلاد هنا ولد المغرب وما محميش والظلم هذاك والعار وحشومه وهذه اداره الشاطئ وهذه ديال البوليس هذه توب ديال البوليس كلشي هما فيها كلشي خدام هنا ما كاين هاد القنوات كلشي خدام هنا ما كاين هاد الفوق صاحبي وامك لا لا فيهم الناس نازيهم وفيهم الناس شفاره لقاو لي خدام بلا ترخيص الورقه باش غادي يجمع عام وما كيصيفطوا ليه وخدام بلا ترخيص وولد الشعب تنبيه على الحشيش عطيوني رزقي عطيوني رزقي على امي على شي تهضر عطيوني رزقي لقاو لي خدام بلا ترخيص الورقه باش غادي يجمع عام عام ولقاو لي خدام بلا ترخيص اللهم انا هذا منكر سي محمد الناس تعداو علينا انت الله يعمر هذا راه السيد الله يعمر هذا هذا بوليس الله يعمر هذا ولد البلاد وكيف بحال هذا اللي بغينا كيف بحال هذا بوليس اللي بغينا كيف بحال هذا وكاين الناس بحالو قال لهم ما خلاهمش ولا قلت لك شفتي حاطينهم تحت الصباط كاين البوليس الله يعمر هذا وكاين البوليس خايبين والعناصر ديال القوى المساعده كاين الله يعمر هذا وكاين الخايبين وهذا الشيء ظلم وهذا الشيء التعدد وهذا الشيء الحكره وهذا الشيء ما كنقبلوش حيت حنا كنقلبوا على لقمة العيش باش نعيشوا ما كنقلبوا على حتى شي حاجة كتبت كلشي بسميت أمي باش أنا نرجع الله قال لك رجع الله أنا رجعت الله وما خلينا شي أمي تمن العيش أنا بالله والشرع فيهم معايا شي حل والمواطنين والمغاربة اللهم إنا هذا منكر اللهم إنا هذا منكر اللهم إنا هذا منكر الورقة باش غادي يجمع ذاك الكاوري ما باش يجمع علاش يجمع هذاك ونحيد أنا خويا هذا البلاد يجمع هذاك ونحيد أنا الورقة باش غادي يخوي الورقة الورقة هالورقة هالورقة باش غادي خويا هي هالورقة باش غادي خويا المستعمر راه إلا حكمكم فرنسا راه حنا ما غاديش تحكمونا حنا راه مواطن وحر وأمازيغي وهاد الهوية ديالكم ديال المغربية كاع ما عندي ما ندير بها أنا كاع إلا كنت مغربي كيف بحال هكذا ما عندي أنا ما ندير بها كاع بالعربية تعرف أنا أمازيغي وبراسي مرفوع ورفوع راسي فوق أمازيغي أمازيغي وراسي مرفوع الهوية المغربية ما عندي ما كنت ندير بها أنا ديك هوية أمازيغية هوية أمازيغية باش نتنصف هوية أمازيغية اللي بيت باش نتنصف واش مواطن ولا ماشي مواطن هوية أمازيغية كنطالب هوية أمازيغية هوية صافي وصافي الهوية المغربية ما عندي ما ندير بها بحقها ديالي والو لا عاجبني أنا هذا كيتمنعوني سيدي التزامات هادشي حرام هادشي الظلم هذا قال لك خويا تينا خلي امك تمعش واش انت قال لك شي واحد خويا تينا خلي امك تمعش تقدر ها ما تقدرش سمحت باش تاكل هذيك لقمة العيش وما خلاوها باش تعيش الشفار حاكمينا في هذا البلاد لقيت لقيت شفار الكاتب العام شفار الباشا شفار اللي باش التقاعد كيجيبوه لهذه المدينة هذه
اللي باش تتقاعد ولا باش كيقول لي سي واش ما جمعتي والو باقي ما جمعتي والو سيد اكادير هذا الشيء حرام انا كنطال هويه امازيغيه هويه امازيغيه هويه امازيغيه هذه هويه المغربيه التوا فين تسواليكم شي ما عندي ما ندير بها هويه امازيغيه وطالب بالهويه الامازيغيه باش نتنصف باش نتنصف واش مواطن ولا ماشي مواطن اجي تشوف فين كتجمعوها الاداره ديال الشاطئ ما فيها والو هذوك ديال البوليس كاين هنا الشفاره كاين هنا الشفاره كاين هنا الشفاره ها هما حتى هنا كيتجمعوا فيه حتى هنا فين الخاص يلاه يعمر هذا راه فيه الكوفريه حتى هنا خد صور ها ها السلام اللي ماشي ديك ها ها سقي انا ها عباد الله واش ماشي الظلم هذا وكوكل الله والشرع بينو معنا شي حل وكوكل الله والشرع انت الله يعمر هذا انت الله يعمر هذا انت كوفري هذا كوفري هذا كوفري هذا كوفري انت الله يعمر هذا ما بينو في الكوالو سير طق مني طق مني ما بينو في الكوالو انا راه حافظ هنا الخير انا حافظ هنا السر وحافظ الضر حافظ انا هنا كلشي عارف اللي جا شفار وعارف اللي كان هنا مخروج وعارف البلايص ديال الخليفات وعارف البلايص ديال الشفاره قال الله والشرع مع دين مكوف ديروا معايا شي حل فكروا صح حرام عذاب جهنم ديروا معايا الحل انا امازيغي وطالب من هويه الامازيغيه الهويه المغربيه ما بغيتهاش الهويه المغربيه ما عندي ما ندير بها ما بقى ديالي والو ما عندي ما ندير بالهويه المغربيه حتى مغربي ديالكم ما عندي ما ندير بها وسمحوا لي المغاربه سمحوا لي الخوت حيت هاد الناس هادو هما اللي بينوضوا فينا بيتنا وبينوضوا فينا العنصريه وبينوضوا فينا التمييز هادو هاد كروس حرام هادو الشفارة الشفارة القاوري هاي الورقة باش غادي يجمعوا مجامع القاوري ها باش غادي يجمعوا مجامع فكروا صح حرام ها هما راه عذابوا جهنم راه عيبوا على هاد الشيء كتبينوا فينا راه حرام عليكم ومحمد السادس والملك وانا بالله والشرع شاب لنا شي حل مع هادو رانا بالله والشرع راه ما خلاو لنا باقي والو راه شردوا لنا الدولة ديالنا حكمونا شاب لنا شي حل شاب لنا شي حل ما بديتيش هاك ولا كارت تاعكم اعطيوني وراقي خلوني نخوي صافي انا كتب كلشي بسميت امي ما خليتهاش حتى تنسى حيت انا ولد باب الله ولد الزعر وما كنركعش الا لله ما كنركعش الا لله اعطيوني سقي بيت سقي بيت سقي بيت سقي رزقي تاو عليا وتعداو عليا هما اللي حكموني في المستقبل ديالي فكروا صح حرام حيت قال لك اجي تخدم معانا انا ما جيتش نخدم برقاك تكتب برقاك ديالي انك انا راه شدي في عهد الاستعمار هز السلاح وانت من هاد العرقين قبيله الركيبات هما اللي كاين في البوليزاريو وقبيله بنو مازي وانا كاين هنا وسط المتشرد وسط الاكتئاب انت من هاد العرقين قبيله بنو مازي وقبيله الركيبات هما البوليزاريو وانا راه باقي راسو ديالي راه باقي كوكالي ديال الدعك في الصحراء وكياكلوا العصا وانتم كتعتبوا فينا هنا وباش مغربي باش هذاك تا مغربي ديالكم ما عندي ما ندير بها ها تا مغربي ما عندي ما ندير بها المدينه ديال اكادير باش ديك الله الوطن الملك راه كاين الله والوطن عند الشمالي حنا هنا والوطن الغربية والوطن الكفرية علاش علاش عار وعيب وحرام هادشي الظلم حنا ما كنا حنا ما بغيناش هادشي يوقع عندنا في البلاد فينا البلاد فينا النزاهة بين الشبابية بين الديمقراطية بين كلشي كره بين كلشي يكون مزيان كلشي يكون بخير هادشي راه حرام حرام وعيب وعار وهاد الرسالة الله يجازيكم بخير اخوتي كيشوف اللايف إلا ما بارطاجا ما غاديش نسامح ليه ما غاديش نسمح ليك حيت أنا مغربي خوك خوك أنا مغربي وهاد الناس حقروني في وسط بلادي وهادشي كنقول حسبي الله ونعم الوكيل بس